بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نستقبل هذه الأيام شهر محرم الحرام، شهر التضحية والفداء، لنتذكر معه موكب الصمود الحسيني الذي انطلق لا ليموت بل يخلده التاريخ علما ومنارا لكل أحرار العالم في كل العصور والدهور. عندما نتكلم عن ثورة الحسين فإننا نتكلم عن الشباب والشيوخ والرضع والأطفال والفتيان وعن المرأة والرجل. نعم، إنها كل فئات المجتمع توحدت تحت راية أبي الأحرار، خرج للتضحية ولم يبخل في سبيل ذلك بأي عزيز أو غالي، فداء للدين والعزة والكرامة. العبر كثيرة والتضحية لا نهاية لها. نتذكر منها تضحيته بالشباب والفتيان الذين كان على رأسهم ابنه علي الأكبر وابن أخيه القاسم بن الحسن سلام الله عليهما. نعم، إن لكل الأحرار في العالم والمضحين حينما يذكرون بالشباب والفتيان عزاء وسلوى في ذكر علي الأكبر والقاسم. نعم، هم قواسم كربلاء، ولنا في البحرين قواسم بالعشرات، منهم علي الشيخ سيد هاشم ياسين العصفور. الحمد لله الذي كرمنا بهم وحبانا بشرف مواساة الزهراء في مصابها بابنها، بتقريم شبابنا وصبياننا وشيوخنا قرابين فداء من أجل ديننا وكرامتنا وعزتنا. اللهم ثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وشافي مرضانا وداوي جرحانا وفرج عن معتقلينا وانصرنا على القوم الظالمين. حرائر قرية المعامير.